الكورة مكسب وخسارة، الرياضة عموما مكسب وخسارة، جملة بتسمعوها كتير بس محدش مقتنع بيها. كل سنة وحضراتكم طيبين. الكام يوم اللي فاتوا أو بمعنى أدق الكام سنة اللي فاتوا هتلاقي كل الفرق الكبيرة كانت أو لأ مش مقتنعين بفكرة الخسارة، عايزين مكسب وبس. لو بكسب فيبقى كل حاجة حلوة، إدارة ومدرب ولاعبين، والعكس طبعا صحيح بالكامل لو خسرت ماتش واحد أو اتنين. المشكلة هنا إن اللي بيدير أو بيدرب أو بيلعب ما يعرفش يعني إيه تنافس في مكسب وخسارة، فتخيل إنه البديهيات مش موجودة، بس البديهيات مش موجودة، وفي نفس الوقت ومن نفس المنظومة والعقليات بنطلب تطوير. طب إزاي؟